إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله جل وعلا في السرِّ والعلن والغيب والشهادة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، قد حث الإسلام على الصدقات والإنفاق في سبيل الله وفي شتى وجوه البر والخير، رجاء ما عند الله من الأجر والثواب. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا مدحٌ منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليلٍ أو نهار، والأحوال من سرٍّ وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجةً ورفعة، حتى ما تجعل في في امرأتك. عباد الله، ومن الأحاديث الصحيحة في فضل الصدقات وما في ذلك من مضاعفة الحسنات ما ثبت من حديث خُريم ابن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقةً في سبيل الله تُضاعف بسبعمائة ضعفٍ. رواه أحمد في مسنده وبنحوه في صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وتصديق ذلك في كتاب الله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أي لا تنقص الصدقة المال، لأنه مالٌ مبارك. عباد الله، وثبت أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يومٍ يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفِقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسِكًا تلفًا. متفق عليه، يعني: اللهم أعطِ من صرف ماله في الخيرات ولم يمسِكه عوضًا، وكثِّر ماله، ومن لم يُنفِق ماله في الخيرات أتلِف ماله. قال ابن هبيرة رحمه الله: خلق الله ملكين وجعل الله شغلهما الذي خلقهما لأجله
أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يخلف على المنفق ويتلف على الممسك. ومن أفضل خصال المسلمين المتعدية النفع إلى الغير ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله في معنى سؤال السائل أي الإسلام خير، أراد أي الأفعال في الإسلام أكثر أجرا. عباد الله، لقد حثت بلادنا وعلى رأسهم ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالتبرع لإغاثة إخواننا في الدين، لإغاثة إخواننا في دين الإسلام في فلسطين. فأنفقوا يا عباد الله، فأنفقوا يا عباد الله في سبيل الله، واجتهدوا أيها المسلمون في التبرع ولو بالقليل ولو باليسير، فإنه قد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة ثم يربيها لعبده المسلم كما يربي أحدكم فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. وثبت أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، ولقد يسرت المملكة العربية السعودية سبل التبرع لإخواننا في فلسطين، لإخواننا في الدين، وذلك عبر المنصة الرسمية ساهم، فهي منصة حكومية مأمونة تستقبل ما تجود به أنفسكم. فاجتهدوا يا عباد الله في التبرع لإخواننا في غزة، اجتهدوا يا عباد الله في التبرع لإخواننا في فلسطين، اجتهدوا وابذلوا الوسعى في التبرع لإخواننا في الدين والملة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الودود، أحمده سبحانه وهو الرب المعبود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُنجِّي قائلها من هول اليوم الموعود، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه الذي حباه الله بالمقام المحمود. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أغيثوا إخوانكم في فلسطين، أغيثوا إخوانكم في الدين، أغيثوا الأرامل، أغيثوا الأطفال، أغيثوا الجرحى، أغيثوا الأيتام في فلسطين، فإن ذلك من أسباب السلامة من مصارع السوء، ومن أسباب السلامة من الغموم والهموم والكروب، ومن أسباب السلامة من الأهوال والخطوب. فلقد كان أول نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بغار حراء وأخذته الرجفة. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي ذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها، فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر، أخبرها قصة نزول الوحي، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق الحديث. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معنى كلام خديجة رضي الله عنها: إنك لا يصيبك مكروه، لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكر الضروبا من ذلك. وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا يا أمة محمد في التبرع بالمال لإخواننا في الدين، اجتهدوا يا أمة القرآن في التبرع لإخواننا في الملة الحنيفية، اجتهدوا يا أمة السنة في التبرع لإخواننا في فلسطين. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين والمسلمات، اللهم كن لهم معينًا ونصيرًا وظهيرًا، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم معينًا ونصيرًا وظهيرًا، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم. اللهم يا رب العالمين، يا جبار يا قوي، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير وبر وتقوى، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفق ولي عهده لكل خير وبر وإحسان. اللهم اجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.